ولذلك انا عايز اركز على محور تاني. انتهى عصر التخصص الدقيق، ده من سمات جامعه الجيل الثالث. يعني احنا دلوقتي عشان نخش في جامعه الجيل الثالث لازم يبقى عندنا تخصصات بينيه. يعني يا سياده العميده، لو هندرس التخصصات الاعلاميه بس النتيجه مش هتوصل الى المستوى اللي احنا عايزينه. لازم الاعلامي يعتمد على دراسه التخصصات البينيه، يعني لازم يدرس علم اجتماع، لازم يدرس علم نفس، لازم يدرس فلسفه، لازم يدرس ياخد فكره عن قواعد التفكير العلمي في الطب. ففكره التخصصات البينيه، يعني علم الاعلام النفسي، علم الاجتماع، علم الاعلام الاجتماعي، برضه لازم يدرس المفاهيم الدينيه. لان الرموز الاعلاميه الموجوده دلوقتي لو ما كانش عندهم ثقافات واسعه هم اللي كونوها بنفسهم ما كانوش نجحوا. فاحنا عايزين من البدايه اثناء التدريس نعتمد على فكره التخصصات البينيه، ودي برضو احد سمات جامعه الجيل التالي. برضو من الرسائل المهمه اللي انا عايز اوصلها ان احنا عايزين رواد اعمال. يعني الاعلامي مش يطلع يستنى لما كان يتعين في التلفزيون المصري وبعد كده يتعين في قناه فضائيه، لا، احنا عايزين واحد عنده القدره انه يعمل مشروع اعلامي بنفسه. ولذلك في كتير جدا من الاعلاميين ناجحين بدايتهم كانت بمشاريع خاصه، خلاص هو بيعمل الاستوديو بجهوده الذاتيه وبيجيب الكاميرا وبيشتغل على اليوتيوب بينجح، بعد كده بتخطفه القنوات الايه؟ المختلفه. وانا اعتقد ان في اسماء. ففكره رياده الاعمال دي فكره مهمه جدا، ان الطالب يبدا مشروع بنفسه يخططه، اللي هو فكره مشروع التخرج، بس هو يخرج بيها بقى للمجتمع، مش يقدمها للكليه عشان يجيب امتياز، لا، يخرج بيها للمجتمع. انا عايز اقول ان انتوا عليكم دور كبير جدا. احنا دلوقتي المفروض نعيش في عصر الاعلام اللي هو مش دور بقى المذيع ودور المذيعه ودور المقدم، لا، الاعلام يقود الراي العام. الاعلام الان يصنع الواقع ويغيره ويحوله من حال لحال. ففكره المذيع والمقدم دي فكره انتهت. عشان كده لابد ان نعي ان الاعلامي له رساله، والرساله ديت انه يكون مدرك انه احد حواري هذا العصر، اللي بيصنع الراي، بيصنع اتجاهات الناس، بيمكن ان يغير المجتمع من حاله لحاله. اذا الاعلاميين هم قاده راي وقاده تغيير. وطبعا انتوا ادرى مني بده، احنا شفنا ان بعض الحاجات القنوات الاعلاميه استطاعت ان تغير من واقع شعوب، من واقع شعوب، خاصه اذا كانت الشعوب دي ما عندهاش الوعي الكافي. تقدر قناه اعلاميه بشيء من التضليل تغير هذا الواقع وتفتت دوله وتفتت امه. فالمسؤوليه كبيره جدا على الاعلام.